نوصل معاكم دلوقتي لفقرة الفيك نيوز واللي بنكشف لكم فيها دايما أهم الإشاعات وبنكشف برضو صحتها أو حقيقتها. اتنشرت بقى إشاعات كتير جدا إن الجزائري آدم والناس لاعب نابولي الإيطالي هيغيب عن كأس الأمم الأفريقية وده بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في التدريب، لكن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أكد إن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة بسيطة جدا ومش هتمنعه خالص إن هو يلعب في كأس الأمم الأفريقية، وقال كمان إن هو هيكون مع البعثة اللي هتوصل إن شاء الله مصر يوم 18 يونيو اللي جاي. وعشان بقى نتكلم أكتر عن منتخب الجزائر أكيد هيكون معانا نجم من نجوم المنتخب الجزائري